ايه هي مشكلة الاهلي في صفقة يحيى عطية الله؟ موضوع الاعارة، الاهلي عايز يجيب يحيى كاعارة، ولكن النادي الروسي عايزه يمشي كبيع، والاهلي مش هيشتري ب 2 مليون يورو مبدئيا. الاهلي مش هيشتري ب 2 مليون يورو، الموضوع بالنسبة للاهلي يكاد يكون منتهي. الاهلي الحاجة الوحيدة اللي هو عايزها هو عايز يحيى اعارة، انما قصة ان انا ادفع 2 مليون يورو في لاعب 30 سنة هي كتير، ان جيت للحق هي كتير كتير ان الاهلي يدفع في يحيى عطية الله 2 مليون يورو هو 30 سنة. حرام، حرام جدا، حرام قوي كمان ان الاهلي يدفع في يحيى عطية الله 2 مليون يورو، حرام جدا. ممكن تروح تجيب مرخاز دوسكي ارخص من كده بكتير واصغر، وهتدفع فيه بالكتير 500 600 الف دولار، الفلوس بتاع العرب بتاع يحيى ممكن تدفعها في مرخاز. ولكن كولر مزمزع على يحيى، ولكن اعتقد بعد رفض عرض الاعاره بشكل رسمي من جانب سوتشي الاهلي ما بقاش عنده غير حاجه واحده بس، وهي شراء العقد كامل ب 2 مليون يورو. هل الاهلي ممكن يرضخ لما طلب كولر ويشتري ب 2 مليون يورو يحيى عطية الله؟ اسئله كتير، وبصراحه ممكن كل حاجه تحصل في الصفقه، بس المنطقي والطبيعي ان الاهلي ما يشتريش ب 2 مليون يورو. ما ينفعش انك تدفع في لاعب عنده 30 سنه 2 مليون يورو وبيلعب باك شمال، ده تهريج، جيت للحق يعني.